صباح الخير، جاهزين اليوم؟ ايش اليوم في عندنا مواعيد؟ بشرفني اكون معكم يوم السبت في المؤتمر الرابع لحق العودة عشان نحكي شو في اخر مستجدات السوشيال ميديا. احط سيسيلة اتحمل بس للشميل. سلبية بروح وبعدين أعطيكم في كتير مرات الناس يكونوا حطوا واحد بالغلط، بس بالنسبة للزيادات لازم يكون في ميزانية للأداء. بالضبط، ما هي اللي عم يوصلوا لها لمرحلة إنه إحنا بنشتغل كاتب عن نفسي. يس، معكم زيدون كراتشي. أيوه إيش مرجوش؟ أنا بدي أجمع معلوماتي، بدي أتأكد شو صار، بدي أتأكد مين اللي راح، وين الهجوم. شكراً على الانسيكوش. شكراً. شكراً. إيدي. لا والله. مين اللي راح؟ حمزة تل حمد كيف حمد؟ أنا بحكي لك هلأ كرم من الله هذول إيش؟ آه هلا والله شو أخبارك؟ تمام؟ إجتنا أخ إجانا هذا الإشي لذيذ أنا مشروعي هيك هيك المشكلة هيك الحل تبعه هيك حارب الفلوس هذا الفريق تبعي ضليت أتدرب عليها بشكل منيح لحد ما إجت بشكل طبيعي مش بين صفيت بس حافظ لا كنت فاهم أنا شو بدي أقدمه بالأخير فزت أنا بالجائزة الأولى. طيب زيادة أنا عندي فكرة مشروع وبدي حد يساعدني بإني أضبط البرزنتيشن تبعي شو ممكن تقدم؟ هون أنا غسان ما بقدر أساعد. بليز بدنا إذا في حدا بحاب يشارك بمسابقة.